ما رؤي الشيطان يوما أحقر منه ولا أغيظ منه من يوم عرفة. ولكن إذا كنت مسلما لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ ولا أشد حنقا ولا غيظا منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة. هو لا يريد الرحمة لبني آدم، هو يريد أن يشاركوه ويدخلوا معه النار، ولهذا كانت وظيفته وأقسم عليه، قال في مقولته: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيغيظه أن يكسب الحسنات، ويغيظه أن تمحى عنه الذنوب وتكفر عنهم سيئاتهم، إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. جاء في خبر رواه ابن ماجه وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم في عشية عرفة سأل الله عز وجل أن يغفر للحجاج جميع ذنوبهم، فقال الله جل وعلا: قد فعلت إلا المظالم. فقال عليه الصلاة والسلام: والمظالم؟ فلم يجب. فلما كان من مزدلفة سأل هذه المسألة فأجيب. المقصود أن هذا الحديث مضاعف عند أهل العلم، والبخاري لا يثبته إلا ما أرى يوم بدر، لأنه رأى النصر المبين، وهذا لا شك أنه يغيظه لما رأى من نصر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما أنه قد رأى جبريل يزع الملائكة، تصفهم وترتبهم، يقدم ويؤخر، وإذا حضر الملائكة حضر النصر معهم. المقصود أن مثل هذا يغيظه، والذي يغيظه في مثل هذه الأمور لا شك أنه من جنده. الذي يغيظه انتصار المسلمين وارتفاع سهم الأخيار، أو انتصار لشعائر الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد وغيره من أمور الدعوة. الذي يغيظه في مثل هذه الأمور لا شك أن فيه من صفاته، بل هو من جنده. بعض الناس يسعى جاهدا ألا تقوم قائمة لهذه الأعمال، لسانه مسلط على أهل الخير من خيار هذه الأمة، من علمائها وأهل الحسبة وأهل الدعوة، لا يريد أن ينتشر الخير، والله المستعان. شكرا على المتابعة على قناة نمي عقلك.